إن شاء الله هذا حيكون الفيديو الرابع بمادة البرينسيبلز، حنحكي فيها موضوع جديد. هذا الموضوع يلي هو ريسايكل اند باي باس. موضوع ريسايكل اند باي باس، خلينا نبلش بالريسايكل، نوضح ايش يعني ريسايكل. هلا بحكي لك بالكيميكال رياكشن، بالعادة do not produce to complete in the reactor. شو يعني؟ يعني انا دخلت مواد كمدخلات، هسا كل هاي المواد حتتفاعل وتعطيني ناتج؟ بحكي لك لا، مش كل هاي المواد حتتفاعل وتعطيني ناتج، يعني حيضل جزء من المواد المتفاعلة مش متفاعل ومش معطيني منتج، يعني زي ما دخل زي ما طلع، وجزء منها فقط تحول لناتج. فبحكي لي هل أنا أروح أكب هاي المواد المتفاعلة اللي ضلت عندي؟ طبعا حتكون معها الكريستالايزر إلى آخره. الكريستالايزر اللي هي المحفزات، طبعا المحفزات زي ما بنعرف كثير لها تكلفة وكثير سعرها غالي. ف بحكي لك لما انا ادخل على رياكشن متفاعلات ويضل عندي جزء منها مش متفاعل، انا هاي ما بقدر اكبها، لاني لو اكبها حتكون اخسر كثير من المال. فلانه ايش اصلا؟ لانه الرياكتر والكوست يور ماني، رح اخسر الماني تاعيني، لانه برضه الكريستالايزر اللي رح تكون بالمتفاعلات كثير سعرها غالي. فالمصنع لو نعتبر انه هذا الاشي موجود بمصنع ما حيخسر كثير من الميزانية. فنحن بدل ما نروح نكب هاي المواد المتفاعلة بنعمل لها اشي اسمه ريسايكل. ايش يعني اشي اسمه ريسايكل؟ يعني انا بعد ما طلع عندي هدول المواد المتفاعلات طلعت عندي بدون تفاعل، بمسكهم وبرجع برجعهم على الرياكتور مرة تانية، بخليهم يرجعوا يتفاعلوا مرة تانية عشان يرجعوا يعطوني منتج عشان ما اكبهم. اذا انا بس يضل عندي جزء من المواد المتفاعلة انا بمسكها وبروح برجعها على الرياكتور، بحكي لها ارجعي تفاعلي علشان تعطيني منتج، لانه لو كبيتها فهي حتسبب لي خساره كتير كبيره. طبعا بحكي لك في برضو اسباب تانية علشان انا بستخدم الريسايكل، هدول هم انه ريكفري اوف ذا كاتلايستس، يعني انه انا اعيد استخدام الكاتلايستس اللي معي لانه اصلا سعرها غالي. في عندي ديليوشن اوف بروسيس ستريم، اني اعمل تخفيف مثلا للستريم تاعي. كنترول اوف بروسيس فيرابلز، يعني اقدر اتحكم بالتمبريتشر بالبريشر. وسيركيليشن اوف اوركينج فلويد، اني اعمل سيركيليشن على الفلويد اللي انا بشتغل عليه. اذا ايش مبدا الريسايكل؟ مبدا الريسايكل انه انا المواد المتفاعله اللي ما تفاعلت معي ما اعطتني منتج، امسكها وارجعها على الرياكتور. هذا اشي كثير مهم لانه بيقلل كثير من اني اخسر اموال. هون دخل عندك فيد، بدي اوضح لكم، دخل عندك مثلا على رياكتور بعدين رجع راح على سيبريتور. طبعا الرياكتور هو بجري لي التفاعل، فوتت مواد على الرياكتور بعدين روحت فصلتها على السيبريتور انفصلت، طلعت البرودكت. هذا البرودكت ايش هذا اللي فصل لي اياه؟ هاي المواد اللي مش متفاعله، بمسكها وبرجع برجعها لوين؟ لهون. ترجع تختلط مع الفيد مره ثانيه، بتفوت على الرياكتور علشان ايش؟ ترجع تتفاعل. اذا هون طلع البرودكت، هذا اللي تحول لمنتج، بعدين حيطلع لي المواد اللي انا مش متفاعله معي، بمسكها وبرجع برجعها على الفيد عشان ترجع تدخل على الرياكتور وتتفاعل معي. هذا مبدأ الريسايكل. خلينا نشوف ايش مبدأ الباي باس. مبدأ الباي باس بحكي لك انا احيانا بحتاج اني اتحكم، يعني بدي البرودكت تطلع عندي بخصائص معينة، يعني مثلا بدي اياه مخفف اكتر من اللي ما يطلع. يعني هون طلع عندك التركيز مثلا 5، انا بدي اياه يكون تركيزه 3. طب شو اعمل؟ هون بيجي دور الباي باس، اني بمسك جزء من الفيد وبمسكه بحطه وين؟ بالبرودكت. اذا شو الريسايكل؟ لو بلاحظ بروح مثلا من سيبريتور اي اشي بروح منه برجع وين؟ برجع للفيد، بينما الباس بطلع من الفيد وبروح على البرودكت. تمام؟ طبعا هم مش شرط سيبريتور. اذا هون بطلع من اليونت المعددة وبروح على وين؟ على الفيد. الباي باس لا، بطلع من الفيد وبروح على البرودكت عشان يغير لي ايش؟ يغير لي خصائصها. اذا الريسايكل انا المواد اللي مش متفاعله برجع بدخلها على الرياكتور عشان تتفاعل، الباي باس بستخدمه عشان انا اتحكم بخصائص البرودكت اللي عندي. طيب هيك خلصنا الباي باس والريسايكل. زي ما حكيت لكم الريسايكل جدا مهمه لانها جدا
قلل اني اخسر بمصنعي اني اخسر اموال، لانه حترجع لي المواد مش متفاعله ترجع تتفاعل، بالتالي كل المواد تكلفه اللي انا حطيتها على المواد المتفاعله حتطلع عندي ببرودكت. قبل ما نبلش بهذا السؤال، هذا السؤال سؤال جدا 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 مهم وجدا بده تركيز، يعني فيكم تحكوا هون بتبلشوا تفوتوا بالاسئله الصح. بدك تركيز كتير بكل كلمة، رح يوضح لي الاندي اف، رح يوضح لي اكثر من البروسيس، هاد مالتيبل بروسيس، رح يوضح لي الريسايكل، كتير اشياء رح يوضح لي اياها. لكن قبل ما نبلش حل فيه انا تركت هون سلايد فاضي بدي اوضح لكم موضوع. هسا لما يحكي لي انه البروسيس يلي عندي ايفابوريتر، حكيت لكم بروسيس دايركتلي اعملوا بوكس، طبعا اسف على خطي لكن تحملوا. اول ما يحكي لي عندك بروسيس بحط بوكس، لو كان هذا البروسيس ايفابوريتر، ايش يعني ايفابوريتر؟ انتوا بتعرفوا ايش يعني ايفابوريتر؟ ايفابوريتر يعني مبخر. اوريدي بحكي لك طريقه عمل الايفابوريتر، انه يدخل عليه سوليوشن، دخل عندي سوليوشن تمام. بعد ما يدخل عندك سوليوشن ايش الناتج راح يكون من الايفابوريتر؟ بحكي لك دائما ناتج الايفابوريتر راح يطلع عندك ستريم لفوق وستريم على الجنب. ايش ستريم اللي فوق؟ هو عباره حيكون عندي H2O مبخره، حيبخر لي جزء من ال H2O والباقي هون راح يرجع يطلع سوليوشن. اوكي، اذا حيدخل عندك سوليوشن وحيطلع عندك H2O مبخره وسوليوشن. اذا الايفابوريتر بدخل عندي سوليوشن، ببخر جزء من الماء وبيطلع لي باقي السوليوشن. طيب الاشي الثاني اللي انا بدي اعرف طريقة عمله يلي هو الكريستالايزر. لما يحكي لي بروسيس، طبعا الكريستالايزر بروسيس، بحط بوكس واكتب جواته كريستالايزر. الكريستالايزر بدخل عليه سوليوشن، بيطلع منه اشيان، بيطلع منه سوليوشن وبيطلع منه كريستالايزر. يعني انا لما يكون عندي البرودكت تاع الكريستالايزر مجهول، لازم يكون عندي يعني امتين، ام واحده للكريستالايزر بدي اطلعها وام ثانيه للسوليوشن. اذا بس انا يطلع عندي من الكريستالايزر حيكون عندي امتين مجهوله، ام الكريستالايزر مثلا ممكن يكون معطيك واحده منها، وام للسوليوشن. الكريستالايزر بلورات، يعني لو دخل عندك مي وملح حيطلع عندك بلورات مي وملح، وحيطلع عندك محلول مي وملح. بلورات يعني فقط ملح، يعني لما اجي اعمل بالانس على الكريستالايزر حضرب مثلا الفراكشن تاع الملح بالمحلول بلس هاد ايكوالز هاد وبلس كميه الملح اللي موجوده بالسوليوشن. اذا حيطلع عندك من الكريستالايزر حيدخل له سوليوشن، حيطلع من عنده كريستالات وسوليوشن، حيطلع من عنده بلورات ومحلول. الشيء الثالث اللي بدنا نعرف طريقه عمله اللي هو الفلتر. ركزوا لي بالله عليهم لانه هسه حنستخدمهم بالسؤال اللي انا حكيت لكم اياه. يعني مهم افهم طريقه عملهم. لما يعطيني ايفابوريتر دايركت اللي بحكي حيدخل عندي سوليوشن، اوريدي في عندي ستريمين طلعت منه، هون H2O مبخر وهون سوليوشن مبخر، سوليوشن بس مش مبخر. بعدين الكريستالايزر دخل عنده الكريستالايزر دخل عندي سوليوشن، حيطلع من عندي كريستالات وسوليوشن. الفلتر حيدخل عنده سوليوشن، مش بس سوليوشن، حيدخل عنده برضه كريستالات. يعني زي ما بلاحظ على الاغلب بيجي الكريستالايزر بعديه من الفلتر، عشان ناتج الكريستالايزر يفوت عليه على الفلتر. اذا ما بحكي لك دائما، مش دائما، يمكن اسئله ما تيجي هيك. الفلتر الانبوت تاعه حيكون سوليوشن وكريستالايزر، حيطلع عندك ستريمين، هذا الستريم وستريم تحتاني. الستريم هذا بسميه فلتر كيك، هذا اسمه فلتر كيك، واللي تحت اسمه فلترات. الفلتر بفوت عليه سوليوشن وكريستالايزر، بطلع منه، بفوت عليه سوليوشن وكريستالات، بطلع منه هذا الستريم اللي انا بسميه فلتر كيك، بطلع منه هذا الستريم اللي بسميه فلترات. الفلتر كيك عبارة عن كريستال بلس سوليوشن، الفلترات عبارة عن سوليوشن. اذا انا الفلترات عندي هدول ثلاث اشياء لازم اعرف كيف طريقة عملهم. الايفابوريتر حيفوت عنده سوليوشن، حيطلع من عنده H2O، وحيطلع من عنده H2O مبخر، حيطلع من عنده سوليوشن. الكريستالايزر
هيفوت عليه سوليوشن، هيطلع من عنده كريستالات وهيطلع من عنده سوليوشن. الفلتر هيفوت عندي سوليوشن وكريستالات، ها يكون في عندي ستريمان طلعت منه، هذا الستريم اسمه فلتر كيك، هذا الستريم اسمه فلترات. ضروري اعرف اسمائهم لانه بالسؤال حيحكي لك مثلا البرودكت بالفلتر كيك كذا وكذا، فانت لازم تعرف انه هون الفلتر كيك وهذا الفلترات. الفلتر كيك حيكون عباره عن كريستال والسوليوشن، والفلترات حيكون عباره عن سوليوشن. بعد ما عرفنا خلينا نبلش بالسؤال. بتمنى تركزوا كتير 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 كتير، يعني جدا سؤال جدا مهم وبده تركيز. تمام، خلينا نبلش نقرأ شوي شوي. طيب بحكي لك 4500 كيلوغرام بير اور اوف اسوليوشن ذات از فيها 1/3 K2CrO4 4500 كيلوغرام بير اور، هذا ريت، هذا ماس فلوريت كيلوغرام بير اور، قديش 450 ايش سوري 4500 ايش كيلوغرام بير اور، يعني ماس فلوريت. بروح برضو تركت سلايد فاضي علشان انا جهزت لكم رسمة جاهزة، بس احاول ارسم قدامكم اشوف كيف احنا بنفكر. اذا حكالي في عندك داخل عندك هون في عندك 4500، طبعا لازم اكتب كيلوغرام. وبحكي لك لو ارجع للسؤال شو حكالي 1/3 K2CrO4 زي ما حكيت لكم ايش هاد، هذا ماس فراكشن، ماس فراكشن مش كاتب لي مول، 1/3 K2Cr4. فبرضو بروح دايركتلي ببلش اقرأ جملة جملة، ما بنسى ولا كلمة وبفرق. عندك الاكس، الاكس لمين للكي، انتو كملوها تي سي الى اخر صيغة المركب، قديش 1/3. اذا بقرأ جملة جملة وببلش افرق. دخل عندك 4500 كيلوغرام بير اور والماس فراكشن تاع المركبين المعطينية قديش 1/3. برجع باي ماس، شايفين باي ماس، عشان هيك عرفت انه هاد ماس فراكشن. 1/3 K2CrO4 باي ماس is joined by a recycle stream. طيب هسا مدام عندك محلول، اوكي حكالك انه K ال K2CrO4 1/3، طب شو الباقي منه؟ الباقي منه اكيد مي، لانه كونه سوليوشن معناها الباقي منه مي. فانا لحالي لازم اعرف انه ال K الماس فراكشن الوتر قديش، حكيت لكم 1 ناقص 1/3 اللي هو 1 ناقص الماس فراكشن الثاني، فحيطلع 2/3. فبحط 2/3. اذا هون انا هاي عرفتها لحالي لانه انا اوريدي عندي هاد، معناها شو باقي المحلول؟ اكيد مي. قديش ماس فراكشن المي هالقد؟ بحكي لك هذا الستريم جويند باي ريسايكل ستريم، انا حكيت لكم ريسايكل ستريم هيك بيجي، فبرسم ريسايكل ستريم، حكالي جويند باي ريسايكل ستريم، دايركتلي بروح برسم ريسايكل ستريم. لسه ما بعرف انا من وين هذا ريسايكل ستريم اجا، لقدام حيحكي لي من وين اجا. از جويند باي ريسايكل ستريم كونكتك، يعني الريسايكل ستريم كونكتك قديش هذا ماس فراكشن لا الكي 2 سي ار او 4. فبرجع هذا ريسايكل ستريم فيه 0. ارجع بس على الرقم اتاكد منه، اوكي 3 6 4 ماس فراكشن للكي. هذا وين؟ هذا للريسايكل، لانه حكالي بالريسايكل دايركت بقدر اطلع الكي للووتر، بطلعه وبكتبه اللي هي 1 ناقص هذا. برجع للسؤال. And the compound stream is fed into an evaporator. يعني ال compound stream لما أنا خلطت الريسايكل مع الفيد دخل عندك على وين؟ على evaporator. فبروح بعمل هيك، هذا بعد ما خلطوا هذا الستريم اللي طلع دخل عندك على evaporator. هسه هون أنا مطلوب إني أعرف الإكس تاعت الكي،
الاكس تاعت الووتر والماس فلوريت مضبوط، هذول كلهم مجهولات عندي. هون عندي مجهول الماس فلوريت تاعت هذا الستريم، اذا هذا الستريم ايش عندي مجهول عنده؟ الماس الفلوريت. وهذا ايش المجهول عنده؟ الماس فلوريت والكي والماس فراكشن للكي والماس فراكشن للووتر. تمام، برجع على السؤال. بعد ما دخل الايفابوريتر ذا كونسنتريتد ستريم ليفينج ذا ايفابوريتر، شو يعني الكونسنتريتد ستريم؟ انا مش حكيت لكم الايفابوريتر حيطلع ستريم هون عباره عن H2O، حيطلع عندك الستريم، هذا الستريم الكونسنتريتد لانه لساته فيه سوليوشن وفيه تركيز. هون بس مي معناه هو مش كونسنتريتد ستريم، احكي لك حيعطيكي معلومات هسه عنه. هذا الستريم، خلينا نشوف شو المعلومات اللي اعطاني اياها. كونكتد هالقد، هذا الماس فراكشن للK2CrO4، منها بقدر اطلع الماس فراكشن للH2O. بروح بفرغ زي ما حكيت لكم معلومه معلومه، 0.494 هاي الاكس للكي. معلش تحملوني على الخط، وانا ما هسه مجهز لكم رسم جاهز ان شاء الله حتكون ابسط، وانا ما نبدا افرجيكم كيف انا بقرا وببلش افرغ معلوماتي. برجع this stream is feed، يعني الكونسنتريتد ستريم اللي بيحتوي على هذا الاشي. هذا المهم انك تقدر تقرا وتفهم، اذا ما كنت عم تقرا وتفهم ما حتنفع معك ترسم فلوتشارت. لازم اقرا وافهم. طيب this stream is feed into a crystallizer، يعني هذا حيدخل عندك على بروسيس ثاني، هذا البروسيس اسمه كريستالايزر. الكريستالايزر بيطلع منه اشيين، بيطلع منه سوليوشن وبيطلع منه ايش؟ كريستالات. برجع بشوف in which it's cold، حيبرده. شايفين حياة حكالك انه حيطلع كريستال of K2CrO4 to come out of the solution، مع solution and then filter it. فلتريت يعني بدي ادخلها على فلتر، ما حكالي اي معلومة عن الستريم هذا، بدخله على فلتر. خلينا نشوف ايش اعطانا معلومات عن الستريمات اللي طالعة من الفلتر. بعد ما ندخل على فلتر بفلتر كيك، ها بفلتر كيك ايه الستريم الفلتر كيك اللي حكيت لكم هيك بيجي consist of K2CrO4 crystals، في عنده K2CrO4 crystal زي ما حكيت لكم الفلتر بيطلع منه كريستال وسوليوشن بالفلتر كيك and a solution that connects هالقد K2CrO4. طبعا solution اكيد بدي الماس فراكشن اللي فبيطلع عندك كريستال، بدي ارمز لها بام، هاي ام تاعت الكريستال وسوليوشن برضو ام له خاصة، حيكون فيه 0.8 0.364 وبقدر اطلع الاكس للوتر. طبعا هاي الام تاعت الكريستالايزر وهاي الام تاعت السوليوشن، هيك المفروض لحالي اعرف. فلتر حيطلع عنده هون امين. طب الفلتريت شو اعطاني عنه معلومات؟ خلينا نرجع باي ماس، يعني انه هاد ماس فراكشن. The crystallات account for 95% of the total mass of the filter cake. شو يعني؟ انا مش حكيت لكم انه انا بدي ارمز هاي ام وهاي ام، الام هاي بحكي لك هي 95 من التوتال ام الموجوده بالفلتر كيك. هاي ايش؟ هاي process specification. لما حكيت لكم انه حيعطيكي علاقات بين، ممكن يعطيك علاقات بين المواد، فحكى لك انه الام تاعت الكريستالايزر تساوي 95% من ايش؟ من ام كريستالايزر زائد ام سوليوشن. سوليوشن اوكي. طب هاي معلومه لمين؟ لهذا الستريم. اذا هو اعطاني علاقه بين مادتين، حكى لك انه الكريستالايزر اكاونت اللي انا رمزت لها بام كي ام سي هي عباره عن 95% من التوتال ماس الموجود بالفلتر كيك. طب شو التوتال ماس الموجود بالفلتر كيك؟ هي الماس تاعت الكريستالايزر والماس تاعت السوليوشن، اذا هي 95 من مجموع. The solution passed through the filter also هلقد هو الريسايكل ستريم.
برجع إذا أنا ما كنت أعرف ريسايكل ستيم من وجهة السالفة، هو عبارة عن الفلتر. أوكي فلتريت هو اللي عملت له ريسايكل. خليني أرجع أعطيكم الرسم الجاهزة عشان نفهم عليها أكثر. إذا أول شيء حكى لي 4500 كيلوغرام بير أور، حطيتها عبارة أنا حولت الواحد على ثلاث والاثنين على ثلاث لكسور، أعطاكي الماس فراكشن لK2CrO4 وأنا طلعت الماس فراكشن الوتر. هذا الفريش فيد حكى لي بعدين إنها خلطت مع إيش؟ مع ريسايكل ستريم. حكى لي ريسايكل ستريم الماس فراكشن للK2CrO4 هلقت، وأنا طلعت منها الماس فراكشن للوتر، وصفت عندي الماس فلوريت لهذا الستريم مجهولة. بحكي لك الكومباوند ستريم دخل عندك على ايفابوريتر. كومباوند ستريم يلي هو من الفريش فيد ومن الريسايكل ستريم، انا ما عندي اي معلومة عنه. فالماس فلوريت عنده مجهولة، الماس فراكشن للK2CrO4 والماس فراكشن للووتر برضو موجودة مجهولة، وانما الووتر اذا عرفت K2CrO4 حقدر اطلعها. فانا هون بعتبر عندي مجهولين، لانه لو طلعت هاد حيطلع هاد، فهاد ما بعتبره مجهول، هاد بعتبره بروسيس سبيسيفيكيشن، علاقة بين اشياء. فانا هذا ما بعتبره مجهول، بعتبره علاقة، بعتبره equation. فانا الافضل انه بس تحطوا يعني هاي تعملوها مجهول، التاني تكتبوها بدلالة هاي عشان ما تضلها عندكم مجهول وتطلع عندكم زي كأنها process specification. فانا رمزت ب mass fraction لا K2CrO4 ب X1، والmass fraction لا K-water ب 1 minus X1 directly. طيب دخلوا عندك على evaporator، بعد ما دخلوا على ايفابوريتر بحكي لي انا زي ما بعرف بتبخر جزء هذا عبارة عن ووتر، رمست له انا بالماس فلوريت تاعه M2. بعدين حيطلع عندك M3 اللي انا ما بعرف عن الماس فلوريت اللي طلعت من الايفابوريتر، واعطاك الفراكشن ليله. رجعوا دخلوا، انا عملت الكريستالايزر والفلتر واحد. ليش عملتهم واحد؟ لو برجع على رسمتي انا اعطاك معلومة عن الستيم هاد لا، فالافضل انك تحطيها بواحد بسهل عليك الحال. اوكي يعني بعتبرهم one control volume، يعني لأنه ما أعطاكي أي معلومة عن هذا الستريم، مش دايما هذا الحكي، وأنا ما يحركه بتسهل عليك حل السؤال، ما أعطاك أي معلومة عن الستريم هذا، فعملتهم أنا يونت واحد اللي هم كريستاليزر أند فلتر. طيب الكريستاليزر أند فلتر تطلع منهم فلتر كيك، هاي الأم 4 للكريستاليزر وهاي الأم 5 للسوليوشن، وأعطاك الفراكشن تاعات السوليوشن. الفلتر ريت أعطاك الفراكشن تاعيتها وحكى لك إنها هي الريسايكل. صفى عندك هون مجهول M1 وX1 والX هاي تاعت الوتر بقدر أطلعها، عندك M2 عندك M3 M4 والM5، وإنما هون لازم ما أنزل على قيد اللي أعطاني إياها، أنا ناسي ما أكتبها اللي هي إنه 95% يعني M4 تاعت الكريستاليزر equals 95% 0.95 من إيش؟ من M4 زائد M5. هيك بكون الفلوتشارت عندي كامل. هتستغربوا ايش هذا البوكس اللي انا عامليته صح؟ هذا البوكس هو الاوفر اول بسميه، لما اجي اعمل بالانس بسميها اوفر اول بالانس، لما اجي اعمل الايفابوريتر بس بسميه ايفابوريتر ماتيريال بالانس، لما اجي اعمل هاد بعمل كريستالايزر اند فلتر ماتيريال بالانس. فانا هون اسمه هاد اوفر اول. على فكره لما يكون ملتيبل دائما الدكتور حكى لنا بلشوا احسبوا الان دي اف من الاوفر اول، لانه على الاغلب هو اللي راح يعطيك ان دي اف صفر وحتبلش الحل من عنده. ايش يعني اوفر اول؟ يعني هاد المربع كامل اللي بيشمل كل اليونت. خلينا نشوف كيف نبلش حل السؤال بعد ما خلصنا الرسمه. هبلش اعمل ديجري اوف فريدم اناليسز، مش حكينا بعد ما نبلش بعد ما نخلص الفلو تشارت بنبلش ديجري اوف فريدم اناليسز. هبلش انا بالاوفر اول سيستم، بدي اعمل اوفر اول سيستم ان دي اف، برجع هذا الاوفر اول. الاوفر اول اكم مجهول عندك؟ اكم انون عندك؟ 1 2 و 3 مظبوط. الام 2 هيها طالعه، لا تنسوها هاي من الاوفر اول، لانه في ناس بكتبها قصيره فبتضلها داخل هذا البوكس فبيعتبروها انها لا مش اوفر اول، لا لازم الاحظ انها هاي طالعه معناها هي برضو من الايفر اوفر اول. اذا الاوفر اول هذا الانبوت تاعه وهذا الاوتبوت تاعه، ما في اي شيء ثاني طالع او داخل هذا البوكس الكبير. طيب اذا لي الانون عندك الام 2 عندك الام 4 عندك الام 5، في غيرهم 3 انون اللي هي اوكي هذا
لي النون فيربل الام 2 والام 4 والام 5. طب انا كم ايكويشن عندي، كم ماده دخلت عندي بدايه؟ مادتين اللي هم الووتر والكي 2 سي كي 2 سي ار او 4، يعني كم ماتيريال بالانس؟ 2. اذا 2 ماتيريال بالانس لحد الان ايكويشن. طيب في هل عندي في ايكويشن ثاني؟ نعم في عندي الايكويشن هاي. هاي الايكويشن ايش اسمها؟ بريسيس سبيسيفيكيشن. يعني صفت عندك كم ايكويشن عندك؟ عندي ثلاث معادلات، الاثنين ماتيريال بالانس و1 بريسيس سبيسيفيكيشن، فصفى عندي ثلاثه ماتيريال، ثلاثه اندبندنت ايكويشن. فبروح انا بحكي عندي ليه مو قاعد يمشي. صفى عندي 2 بالانس اللي هم السبيشيز اللي هم الماتيريال بالانس، ممكن نحكي عنهم سبيشيز 2، واحد اديشن ريليشن اللي هي هاي العلاقه. فصفى الان دي اف قديش؟ 0، لانه الانون 3 والاندبندنت ايكويشن 3، 3 ناقص 3 يساوي 0. من وين الثلاثه؟ الاندبندنت 2 ماتيريال بالانس و1 بروسيس سبيسيفيكيشن. اذا بقدر ابلش احل من الاوفر اول، لكن انا حكمل اعمل لكم باقي الان دي اف علشان ما نواجه، عشان نتعلم نعمل اندي اف. اذا انا بقدر ابلش من الاوفر اور، لكن انا حكمل بدي اعمل على الايفابوريتر. خليني اعمل على الاندي اف ايفابوريتر. شو اللي دخل على الايفابوريتر؟ هاد. شو اللي طالع منه؟ هاد وهاد. ف 1 2 3 4 اربع انون ايفابوريتر. هل انا بزبط احكي اربع انون ايفابوريتر؟ اربع انون بالايفابوريتر. خليني ارجع اشوف هذا الايفابوريتر. بحكي لك في عندي 3 unknown variables اللي هم ال ام 1. اوكي هون انا ناسي كمان واحد، معناها 4 عندي انا. المهم بالايفابوريتر عندي 4 unknown، الام 1 والاكس 1 الام 2 والام 3، 4 unknown. طب كم ماتيريال بالانس عندي؟ مادتين داخلات 2 ماتيريال بالانس. عندي اي علاقه ثانيه؟ لا. معناها الأربعة النون اللي هن الأم واحد والأم والإكس واحد والأم تو والأم ثري ماينس التو ماتيريال بالانس الإندبندنت إيكويشن حيطلع تو. هل بقدر أبلش بأندي أف مقداره تو؟ لا، حكيت لكم لازم يكون صفر، معناها ما بتقدر تعمل بالانس على الإيفابوريتر. بروح أشوف على الكريستالايزر أند فلتر، أكم النون عندك؟ عندك الأم ثري هاي واحد اثنين ثلاث وأربعة، عندك أربعة وعندي اثنين ماتيريال بالانس وواحد بروس سبيسيفيكيشن. معناها قديش الام دي الان دي اف عندك؟ حيكون عندك واحد وما حتقدر تحل. عندك الام ثري، عندك الام فور والام فايف. بس كمان ارجع بالله اتاكد من المعلومة هاي. مظبوط، عندي واحد اثنين ثلاث وهذا الرابع. هدول ايش؟ هدول كلهم unknown، اربعة unknown، وعندك two material balance داخلة، وعندك واحد process specification. يعني اربعة ناقص ثلاث حيصفي واحد، ما حقدر ابلش حل، ما رح اقدر ابلش حل برضو من هون، لانه الان دي اف صفر. ليش؟ لانه عندي 1 2 3 4 النون. طبعا هاي اها لو اجي اعمل هاي برضو طلعت من لو انا كتبتهم هون برضو هم يطلعوا من الريسايكل، لازم ما انساهم، طلعوا من هذا اليونت، لازم ما انساهم انهم برضو اوتبوت. تمام تمام. فصفى عندي الاوفر اول فقط لحد الان بقدر ابلش منها. طيب هسه بحكي لك في عندي الميكسينج بوينت. شو الميكسينج بوينت؟ هون هون برضو بتقدر تعمل لها عندي اف، تشوف بقدر ابلش من هون ولا لا. هاي نقطه ميكسينج بوينت. اوكي طيب خلينا اشوف هل بقدر اعمل هون الميكسينج بوينت. الميكسينج بوينت دخل عندها شو؟ برضو دخل عندها هون هاي اول مجهول واحد، عندك اثنين ثلاث، عندك ثلاثه النون. قديش عندك ماتيريال بالانس؟ اثنين، ثلاثه ناقص اثنين واحد. اذا ما بقدر ابلش من عند هاي النقطه، ما بقدر اعمل بالانس عند هاي النقطه، عند الميكسينج بوينت. اسمها ميكسينج بوينت او ريسايكل بوينت. عندها كم النون؟ واحد اثنين وثلاث.
انت جايها هذا الانبوت وهذا انبوت عليها وهذا اوتبوت منها. هون انبوت كله معروف، هون الانبوت ايش المجهول عندك؟ ام 6 اللي طالع عندك، طلع عندك الام 1 والاكس 1، هذه ما اعتبرتها مجهول لانه اذا طلع هذا حيطلع هذا، فما بعتبرها مجهول. تمام تمام خلصنا. عندي اف حنبلش حل. حكيت الاوفر اول هي يلي حقدر ابلش من عندها. هسا ممكن اكثر من واحد تكون تقدر تبلش من عندها وانت بتختار اللي بتفضلها. هسا هاي العلاقة لما كتبتها بس حولتها اني دخلت 95% لهون ولهون ونقلت هاي لهون فطلعت عندك بهذا المنظر، بس يعني حولتها من الشكل هذا للشكل هذا. حبلش من الاوفر اول. من الاوفر اول حعمل لل KR2CRO balance، حرجع حعمل لا اوفر اول لهذا الاشي، بروح بضرب هاد اول اشي بالكلية بضرب 0.333 ضرب 4500، هذا انبوت. في غيري انبوت على الاوفر اول؟ لا، بروح بتطلع على الاوتبوت. الاوتبوت هل باخد هاد؟ لا، لانه هاد بس مي ما فيه كي 2 ما بقدر ادخله ببالانس الكي 2، بروح بتطلع هون هاي كريستالايزر اذا ايكوالز الام 4 بلس هاي ال 0.364 ضرب الام 4 لانه هاي برضه كي 2 سي ار او 4. اذا قديش انبوت للاوفر اول؟ عندي 0.333 مضروبه بال 4500، هذا لا لانه بس ووتر. بروح بطلع على هون اللي طلعوا عندي، في عندك الام 4 كامله كلها على بعضها عباره عن الكي 2 سي ار او 4، وفي عندك هون السوليوشن بدي اطلع نسبه الكي 2 سي ار او 4 فيها اللي هي 0.364 مضروبة بالام 5، فهاي بعمل. اذا هذا هو البالانس اول معادلة. باجي بحل هاي المعادلة مع هاي المعادلة، معادلتين مجهولين مزبوط، بطلع عندي الام 4 والام 5. اذا معادلتين مجهولين بنحل معك، بحل واحد واثنين فبطلع عندك الام 4 والام 5، بصيروا عندك معلومين بعرف قديش مقدارهم. اذا انا عملت K2CrO4، عملت من خلالها relation between، عملت balance لل K2CrO4 وعملت من خلالها relation بتجمع فيها مجهولين الـ M4 والـ M5، وعندي هاي فيها M4 وM5 فحليتهم مع بعض طلعت مقدار الـ M4 والـ M5. خليني أعمل total balance على الـ overall. لو عملت total balance عشان أطلع الـ M2 رح تكون الـ 4500 في غيرها input لا تساوي الـ M2 زائد الام 4 زائد الام 5 مزبوط. انا التوتال بنت حكيت لكم بتاخذ الاشياء الرئيسيه، ف 4500 في غيرها انبوت توتال لا شو بتساوي؟ الام 2 زائد الام 4 زائد الام 5، فبروح تطلع ال 4500 زائد الام 2 زائد الام 4 زائد الام 5، فاوريدي الام 4 والام 5 هسه طلعتيهم فبطلع عندك الام 2. اذا اوريدي انت طلعت الام 4 والام 5 فطلعت عندك الام 2. طيب خلصت من الاوفرول، طلعت كل المجاهيل يلي انا بدي اياها من الاوفرول. بحكي لك هسا خلينا نروح على الكريستالايزر، نعمل على الكريستالايزر. جيت هون الام شو الانبوت هون عندك؟ هذا الستريم. شو الاوتبوت؟ هاد وهاد. فالام 3 بدها تساوي الام 4 زائد الام 5 زائد الام 6. اذا الام 3 ام 4 زائد ام 5 زائد ام 6. الام 3 بتساوي انا بعرف هاي وهاي فعوضت قيمتهم وجمعتهم، فالام 3 بتتساوي 5550 بلس الام 6. اذا انا الام 4 والام 5 معروف قيمتهم طلعتيهم قبل شوي، فبصفي عندك المجهولين اللي هم الام 3 والام 6. بتروحي تعملي ووتر بالانس. خلينا نروح نعمل ووتر بالانس هون. خلينا نعمل ووتر بالانس. ليش ما عملتيش مثلا بتعمل كي 2 عادي؟ فبدي اعمل ووتر بالانس، بروح بضرب 0.506 بالام 3 بلس، هل بحط الام 4؟ هل ايكوال سوري، هل بحط الام 4؟ لا لانه ما فيها مي، هاي بس كي 2 سي ار او 4. بروح اشوف قديش نسبه المي هون، 0.636 مضروبه بالام 5، الام 5 لاني معي اياها اوريدي. طيب هون في عندك 0.636 بضربها بالام 6، فبرضه حتطلع عندك معادله جديده فيها بس مجهولين الام 3 والام 6. بروح اتاكد من حكي
مظبوط، هيطلع عندك معادلة فيها بس M3 والM6. إذا أنا رحت على الكريستالايزر عملت بالأول total balance، بعدين رجعت عملت water balance، فصفى عندي معادلتين من خلال البالانسين هذول، معادلتين مجهولين حليتهم طلعت M3 والM6. تمام. هسا ضل عندك مجاهيل حول الكريستالايزر، لا أنا قاعد بطلع كل إشي بدي إياه وما بدي إياه. تمام، إذا أنا طلعت توتال بالانس على الكريستالايزر وعملت ووتر بالانس على الكريستالايزر طلعت منهم M3 والM6. هسا بدي أرجع أعمل على الميكسينج بوينت، خليني أعمل على الميكسينج بوينت عشان أطلع هدول. ميكسينج بوينت شو الإنبوت لإلها؟ 4500. في غيرها إنبوت؟ لا. شو تساوي الأوتبوت؟ طبعا هذا نان رياكتيف سيستم، عشان هيك أنا قاعد بشتغل كله على الإنبوت إيكوالز أوتبوت. طيب قديش إنبوت عند الميكسينج بوينت؟ 4500. شو الأوتبوت؟ لا بس 4500، ركزي، لا هذا الستريم وهذا الستريم، اثنين إنبوت. 4500 بلس إيش؟ بلس M6. شو بتساوي الM1؟ خليني أرجع أشوف. 4500 بدها تساوي M2 بلس M4 بلس M5. اوكي هاي شيء ثاني هون، ال 4500 بلس الام 6 لانها انبوت بدها تساوي الام 1، وانا الام 6 طلعتها قبل شوي، فبالتالي بدها تطلع الام 1 عندي، شيء طبيعي. برجع بتاكد، اذا هاي الميكسينج بوينت بدي اعمل عليها بالانس. طبعا انا كيف عرفت الترتيب اللي بدي امشي عليه؟ يعني خلص لحالك لازم تعرف، فاهم؟ يعني ايش عندي مجاهيل، وين عندي مجاهيل، بلشت من الاوفر اول طلعت كل شيء بخصها، وين ممكن استفيد من المعلومه، وين ممكن استفيد هون، لاني طلعت الام 4 والام 5 فحتصفي الام دي اف عندها صفر. تمام، فانا بقدر استفيد منها. ليش حتصفي بقدر استفيد من الموضوع هذا؟ تمام، يعني انا بلشت بالاوفر اول طلعت الام 4 والام 5، اذا هون قلت المجاهيل، باجي بشتغل عليه عشان اطلع باقي الاشياء المجهوله عندك. طيب انا هسه بدي اعرف هدول، طب انا عرفت عندي معروفه عندي هدول ومعروف عندي هدول، خليني اعمل هون على الميكسينج بوينت، مش اسهل انه ما ضل عندي غير هدول مجاهيل. هيك بدنا نبلش نفكر انه انا طلعت هون، شو سهل هسه، شو سهل علي الموضوع، فاهم؟ يعني ما في تسلسل معين بدك تمشي فيه دائما، لا، وانما انا لازم افكر شو الانسب اني ابلش وكيف الانسب اني ابلش، غير هيك ما بزبط. طيب حرجع اعمل هون، اذا حكيت 4500 دخلت، برضو دخل معها مين؟ الام 6، اذا 4500 بلس ام 6 بدها تساوي عندك الام 1، طلعت عندك الام 1 لانه الام 6 انا مطلعها من قبل. هيك التفكير بده يكون، تمام؟ يعني بدك تبلش تفكر حبه حبه. طيب هسا بدي خليني اعمل كي 2 سي ار او 4 عشان اطلع هاي، ومنها دايركتلي بقدر اطلع هاي. طيب بدي اعمل بالانس على كي 2 سي ار او 4 عند الميكسينج بوينت، 0.333 بضربها بال 4500 بلس 0.364 مضروبة بالام 6 اللي انا بعرفها، بدها تساوي الام 1 اللي انا هسه طلعتها بصفي عندك هذا فقط مجهول. اذا بعمل K2CRO4 بالانس عند الميكسينج بوينت، عند الميكسينج بوينت عملت K2CRO4 بالانس. اوكي انا مش كاتبها، المهم ترجعوا تعملوا K2CRO4 بالانس عشان تطلع عندك الاكس هاي، بعدين بحكي 1 ماينس الاكس اللي طلعت عندي حيطلع عندك الاكس ووتر. كيف برجع بعمل K2CRO4؟ 0.333 مضروبة بال 4500 لأنها input، زائد هل ضل عندي إشي input من K2CRO4؟ شو هو هذا؟ 0.364 ضرب الام 6 بدها تساوي الإكس هاي المجهولة مضروبة بالام 1 اللي أنت طلعتها من total balance. تمام؟ إذا أنا 0.333 ب 4500 بلس 0.364 ضرب الام 6 بدها تساوي عندك الاكس 1 مضروبه بالام 1 اللي انت طلعتها، طلع عندك كل المجاهيل يلي بالسؤال. اذا انا بلشت اقرا بالسؤال، بلشت افهم، بلشت ادور على عندي اف 0، بلشت احل شوي شوي اشوف وين المكان. بعد ما حليت الاندي اف 0 طلعت عندي كل المجاهيل، رحت شفت المجاهيل اللي طلعت عندي ايش ساعدتني، ساعدتني انها تقلل عندي المجاهيل عند الكريستالايزر والفلتر، رجعت لعنده ورحت برضه حليت عنده. بعد ما خلصته الكريستالايزر اند فلتر حكيت ايش قال لي، والله بقدر اروح اعمل عند الميكسينج بوينت، لانه ايش، لانه بصفي عندي بس هم المجهولين اللي انا بدي اطلعهم عند الميكسينج بوينت، كله بصفي عندي معروف. هيك بدي ابلش افكر، ابلش من الاندي اف اللي له صفر، اشوف وين قال لي مجاهيل، وين بقدر اكمل حل، هيك حيكون الحل. تمام تمام، وبشوف شو المجهول عندي مثلا عشان اعرف اعمل توتال بالانس ولا اعمل كي 2 سي ار او بالانس ولا اعمل اتش 2 او بالانس. يعني الموضوع ما بزبط الا ممارسه، جدا 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 حل جدا
بعدين بصير عندك الموضوع عادي طبيعي، وإنما بدها ممارسة جدا بالأول عشان أعرف كيف أفكر من وين أبلش. حتبلش تنسى أشياء بالفلوتشارت، تنسى ما تحطها، لا لازم مع الممارسة بتصير تحطها. الموضوع ما بمشي بدون ممارسة، الموضوع بدايته صعب وإنما إن شاء الله لقدام هيكون سهل. هذا المثال جدا مهم، ارجعوا حلوه بإيديكم وحلوا كل الأمثلة على النون رياكتيف سيستم بالكتاب، كل الإكزامبلز. إن شاء الله الفيديو الجاي حنبلش بـ رياكتيف سيستم. يعطيكم العافية وبالتوفيق.